مرحبا شباب، يعطيكم العافية. الفيديو الثامن من تختيم لعبة Elden Ring. للأسف الشديد معانا سعادة مرة ثانية. وشو مرة ثانية؟ وصلنا الساعتين يعني مسجلين للسابع. ما هم ما حيشوفوه خلال ساعتين يا مش عارف شو احكي لك. ما حيشوفوه بعد بيوم. بعد يوم او يومين. طب يلا مشي. يا الله فضيحة سعادة. المهم يا شباب، احنا بنسجل طبعا المقاطع ورا بعض يعني عشان نرتاح في الايام الدوام. يلا وين رحلتنا هسه؟ رحلتنا كالتالي، حنروح نفوز على تبع الشجرة هاد، بعدين نروح هون على تور، بعدين حنطلع فوق الطريق كله لنوصل للمكان هذا. في ورانا فيلم فوق. يلا اي كم هي؟ اعطيها. ايها الساموراي سعادة، كيف حالك مع اخر بوس وصلته في زابل؟ والله اخر بوس يعني بصراحة احسن انجاز عملته، وصلته للنص. انا ما شفت النص. ما وصلت للنص ثانية. يعني وصلنا قبل النص بنتفة. تف اللي بدك اياه. بس يعني لطيف بس يعني بصراحة هيبة والله هيبة. يعني هز اركاني من جوا. بدك في الخير بقى ولا. ما هو بضل احكي له نفس الكلام. مش عارف شو جوه. بيطلع عنده وسواس مقهور منهم. زعيم الشجرة الغثيث بيكون بيصلي عند كل شجرة. هذا هذا الحارس تاع الشجرة. وكان كاميرا عاس عليك والله صار مقفرم. راح تفوز عليه من اول مرة ولا لا؟ فيش نقاش في الموضوع تاعك. هسه بنط عليكم. ولي هذا بدنا نقعد نشفر ورا ساعات. لا قبل ساعتين جاي، قبل يوم جاي جديد. صح والله عبود سمكه. الله دربالك ولدي. طرقنا عين. روح يلا روح. بلاش عيب يكون في السمن تاعك. والله السمن وحش. بطحكم الاثنين. سعادة انت جاي تلعب مع مين؟ ما بعرف بس الضحكة نار. هذا يلا بسرعة فالخ بدي في الارض. نار لعيب الشباب. طيب خلصنا من الشجرة وبدنا ننزل على التور. قريبة هون على طول. يلا هذا الجندي هيكل العظمي اللي ماشي فيك في الغابة لحاله بدون اي اشي، شو فايدته في الحياة؟ والله مفلوقة ولا اشي زلمة. شوبان فشلع كل هدومه. جبنا ايرون شن اصلا. لا هاي لازم نشوف من وين بنجيبها. لانه عند كل تمثال بتسوي شغله. في انا بعرف واحد بيعطيك معلومه يعني. الفيديو الجاي بنكون شفنا. هسه ما لي خلق. الفيديو الجاي بنسوي اشياء نسيناها في العالم. اوكي هذا بوس. لا التليفورت اللي فوق منطقة. منطقة سعادة والتاتوري صح. هاي المنطقة فيها تليفورت. فيها ثلاثة ابراج او ثلاثة تليفورت. بدك مفتاح عشان تفتحهم. كل واحدة بدها مفتاح، فهم ثلاث مفاتيح موزعين في العالم. في واحد تاخده على طول وفي اثنين بتاخدهم لقدام شوي. فاحنا راح ناخد اللي بتودينا على منطقة التوتوريال، اللي هي اذا بتتذكروا في اول لعبة في وحش التوتوريال اللي بفوز علينا هذا اللي لازم نموت عنده عشان نروح نبدأ بالنيو جيم. فاحنا راح نروح ننتقم منه هلأ. نسلخوا عشان هيك وماشي.
هاي تبعت اي واحدة فيها؟ هاي تبعت سعادة. هاي بتودينا على السماء. اوكي حلو. هاي راندوم مرانسيب صراحة. وهي تحت الارض هون. هاي تحت الارض. وهي بس نقضي جريس. في جريس هون؟ فوق جنبيها. هون المفتاح. هذيك بتوديك شفت تحت الارض لما قلت لك في واحد بعيد. مين هذا اللي قاعد سحطان في السماء؟ شو قصته؟ هاي بتوديك عليه. هذا واحد من المفاتيح الثلاث. واحد من المفاتيح. المهم ما تخسر من الوحش وتفشلنا. ولا شو رايك يا سعادة؟ لا قدها عبود. سعادة ولا عمره خسر من بوس. فيش بوس اصلا ما خسر قدامي. سعادة الجملة كثير ترتيبها غلط. تركيبها مو لا مو بالضبط تركيبها الغلط لانه الموضوع غلط اصلا. هو سعادة امرات بطلع جمل نفس الكتابة تبعته في التليفون. لو تشوف كتابته اصابعه اكبر من الكيبورد ولا بتفهم منه اشي. ايه جعر سعادة تحديته هاد ولا سحبت عليه؟ سعادة مش سامعينك. رجعت انت خربت الوضع. لا هيك منيح. يا هلا والله. لا معلومه يدعس عليه تدعيس. هلا روح. ما في شيء في النهاية هون صح؟ ما جربت ما دورت صراحة. المكان كله اصلا ما اهتميت فيه. لا اتوقع بتفوت جوا على القلعة بس من فوق. سعادة. في شيء في المنطقة. فوت بس ما عليك انت فوت. اوكي شو الفايدة يعني؟ عشان اثبت اني صح. طيب يلا تفضل. لا ايه اذا معقول في الشيء. لا هون. اوكي. احنا بهذا الفيديو بدنا نحاول نخلص هاي المنطقة كلها عشان الفيديو الجاي ننزل تحت الارض. فوق الارض وتحت الارض. صح سعادة غني لنا. سعادة غني للجماهير. خلي عمر يستمتع وهو بسمعك. لا اذا ما بس بصير يسب علينا بالفيديو. حيسب لا هو هاي الطريقة الصعبة. الطريقة السهلة هاي. كشفتها بعدين. اوكي. صراحة كسرت الحيط. لا اضطريت استخدم باركور. هلا في كانوا وحش بضربك من بعيد غير الوحش هذا في هون. يجي هذا صديق راني. لو بتستخدم بلاداون بفيدك بس اربعة اظن. حلو. ما معنى تقدر تطور عنده الاسلحة. حلو. هذا مستشار الحرب تبعها. صح نروح نطور بلادهاوند الثاني تبعنا. توقع سعادة صوته راح. لا موجود بس مش مركز بشي. صح كاين في انفيد بال. شوف فايدتك في معانا اذا مش مركز بشي. الفكرة موجود الانفيد. ايوه جاب ليه رفلي هل؟ هلو؟ العب زير بالا. لا والله كيف انفيد يجي هون؟ ما بعرف بس شفتها من فترة. جكب زناخة الودي خبط على وجهك صقعك كف. لا 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 والله نور. نار. ايش سعادة؟ يا الله على الضربة القاتلة. احا انفضحنا. بالضبط. مش قلنا مش حلينا. هذا الانفيد انت رحت على الراوند تيبل بشكل طبيعي وكان موجود فيها. لانه في راوند تيبل حقيقيه. وهاي ماتت. هو هذا هذا هو اللي قتلناه. يس 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 قلنا بالبيرين هو
هذا البياع المسكين اللي بدون سبب. هذا لما تقتل البياعين سعادة بتاخذ منهم جرس بتعطيه لهذول بيصيروا يبيعوك اغراضه. يس طبعا 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 اعلم اعلم. حتى كمان كل الشخصيات يعني الام بي سي اللي بيعطوك سحر بيعطوك كذا بتلاقيهم هون بالاخير تعطيه الجرس تاعهم بتلاقيهم. يعني انت ماشي وتقتل فيهم ولك لا من بقتل فيهم ولا على السريع اي واحد بموت يعني هذا مثلا لما مات كمان اغرب قصة تراني بدايتها كلها بتبين هون هذا مشلول كأنه مغطي حاله متبهدل هذا في حياته ما في فايدة لو مشيت مغطي بشخ حاله بالليل مربوط هذا الأخ هذا القلعة اللي فيها سورد اوف نايت اند فليم كثير كبيرة كثير غثيثة سلاح المنوب ما بعرف كثير غثيثة بس اخذ سورد اوف نايت اند فليم ولا اسحب عليه خده مو غلط هو صار سيء بس خده اتوقع البوس اللي فيها لانه مجرد ما تفوز عليه بيروحوا لا هيك اتوقع مو حفلة سعادة فتشت هالمكان يس اكلت كفوف لما قلت بكره العيد سوء الحظ الوحوش هون كلهم عبارة عن كفوف اصلا بقول لك اكلت كفوف لما قلت بكره العيد قاعدين تحضروا مباراة كنك سعادة؟ يا هاي الايتم لو اخذها بزعل جد طب اضرب 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 رد عليه شلون؟ اليوم برشلونة ومدريد بيلعبوا؟ اليوم برشلونة ومدريد يعني واضح اني مو مهتم هذا من وين طلع؟ يا ويلي الو فرض اكبر حكمول شكرا سعادة تقال دم هذول الايدين يلا هو هاي هاي كمان يجي بيرفكت جمب بجد هاي في كمان هلا هلا بنزل لك واحد بنخمك كف على الطاير هيو هيو قاعد هيو قاعد هيو قاعد بدي بقى مصلك هاي قصدي نايس ندبر هذا احلى في قناه محترمه لو سمحت لا تخليه يسوي لك بلوك قدام الناس برشلونه 2-0 صراحه مو شيء مهم اخوي مستعد اخوي رايح يحضر المباراه وحالته حالي اخوك مين بيشجع اخوي طبعا ريال مدريد يا اخوي صراحة أنا بكره الفريقين فيعني إن شاء الله الاثنين يخسروا بس برشلونة معهم تراوري هذا اللي مكرهم تعرف نظام فيفا لو خذ لاعب بسرعة 100 وركض هذا هذا طبقها بالحقيقة ما شاء الله متى فروم سوفت وير راح يسوي لنا لعبة كرة قدم؟ يعني بس يصير كونامي والله أنا كرة القدم الوحيدة اللي متحمس لها ماريو سوكر والله رهيب مشتلي يعني يصير نلعب مع بعض بما انه عندك انترنت يا بالضبط سعادة كيربي وملعقة سعادة من شو اسمه من جديد ركب نت وكانت حياته بدون انترنت وش من غير انترنت من غير انترنت زي الناس ايوه ادعس عليها ادعس عليها بس الحمد لله ركبنا فايبر بسرعة 600 ميجا والامور طيبة وما شاء الله يعني الاشي نط 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 ورح نط شباب باريس بس باريس خسران في الدوري 3-0 يعني لو كل الضجة اللي عملها واللاعبين اللي شراهم خسران 3-0
احنا عاملين نفترض اخبار رياضية هون العبوا ساكت ولا ما يعني بستنى القلعة هاي مملة عبوا تسوي لك اي اكشن جيب لك زعيمين هيك من برا جد ليش اكشن اوكي حط الجميل من النار اي دونت نو ثاني جولدن سيد وانا في كلبين بس فوز سعادة كيف ما اطلع شايف واحد بس هذا غريب طلع هو صح طلع هو والله هاي صدمة شكله معضوض منهم لقايل بس لا لا بس انا عارف انه في كلبين هون يعني حافظ المكان اللي فتشته كثير في العملاق لا في اثنين كمان فوق لسه على الدرج كمان في فوق على الدرج وهي في واحد ببعث لي اكيد عماد بنادي عليك قاعد في واحد بنادي وصل عليك. وصل عندي كمان رسالة هو ببعث الجروب اكيد لحاله بكتشف بعدين يوم الجمعة بكتشف او يوم السبت مو جريس كانت هون معلش يا عمر بدنا شو اسمه بدنا نسجل ما بعرف اذا في كان جريس هون ولا الجهة الثانية بعد البوس خلص بكتبه يلا 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 يلا, يلا 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 هون الوضع نار يلا استدعي رويال نايت لوريتا اتوقع هذا ما عليه تروفي في واحد نفسه اقوى منه عليه بس عليه تروفي لا هذا عليه حافظهم ما شاء الله عليك يس في واحد اقوى منه عليه تروفي اتوقع انه مو هادو سعد مضيع نفس الاسم لوريتا اسمه هيك رويال نايت لوريتا او شيء هيك ايوه لا لا هذاك غير سعاده هذاك غير عليه هو نفس الاسم عليه تروفي والله صاروا نزال سعاده يضبط الصوت لا هيك سعاده فرش الله هو رسمي فرش الموضوع مش مريح والله نو محدد عليك انت يا سفير ايريون كمان يلا اضرب ما عليك توقع الله يلا 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 كمان ضربتين مع ضربة ايريون كمان احتين يلا روح ما عليك الله لسه ما ماتش والله سعادة عندك لاج ايه العظمة دي الا تكسر الكرسي يعني منظرهم حلو تطلع تحت طلع تحت ايه بس الولد فيها ايتم مهم ايش شوف القاعدة شكلها قاعدة حلقة تحفيظ والله القاعدة حلوة انا بصراحة المكان حلو يعني تصورت هنا كم من صورة مرتبات حتى في يوم شلحت الشخصية عشان اتصور هيك ببراحة انا اكيد نزلهم من انستغرام نزلتهم من انستغرام صح؟ لا بصراحة هو مزلط لا بس سويتها مرة في بوس رحت تحديته في واحد تحديته وظلت راح ليفل وصل ليفل 100 رجع تحداه مين واحد من اللي تحت من اللي تحت الارض ما كنتش اصلا يا دوب واصل ليفل 20 ولا 25 لفتره يعني في هذا بيختفي هذا بعد النص بروح بطير اسمه جلينستون دراجون عبد الله يا عبد الله وين عبد الله عبد الله وين عني عرق والله هذا جورج مارتن شكله ما سوى اشي في اللعبة غير التنانين قد ما هم كثار
بغز هلفك بغز عبود. اول ما تجيك فرصة اعمل ميوت لسعادة. الله اجت خلاص شلف. يلا كل عام انت بخير. امن لازم نشوف عمر شو بيبعت. كالعادة بعت عماد ولغاها. زين بجرب الصوت بس عشان القطنة بنفوت ولا بنفوتش. موجودين موجودين. اسباب يكون بده يسألني الايتم اللي في مدينة كذا فوق الشجرة شو هي. بس احكي له ما بعرف بزعل. هنتبهدل احنا بس يشوف الفيديو. اثنين هو واحد بس. اسمع بتعرف تحكي لهش الشي. خلينا نشوف بحضر الفيديوهات ولا لا. نشوف قديش راح نسب عليه. لا لا حبيبنا عمر. اذا شفت الفيديو كامل راح تعرف اني راح اقول لك عمر. بالله عليك لا تتهور. حبيب قلبي. لحقت عليه. قاعد على كتب عشان تبين اطول. من جد ما بعرف ليه الناس طلعوها ولا مهتمين. لا لا شوف هاي هاي نقص عند البنات القصار بصوره. ما بعرف بيحاولوا يبينوا اطول. الناس طلعوها حتى طلع رجليها مش وصلت الارض. والله انا قصيره كثير زياده عن اللزوم. والله بالله لف 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 لف. والله قاعد على شيء خشبي. وين مو مبين الكتب. تعرفني بس الناس طلعوها. هي هي صح في والله في صندوق خشب قاعد عليه حاطه خشب ما شاء الله. احنا هنسوي كوستغانا. هاي هاي العروس. هاي لازم ما نزعلها يا سعادة. حبيبة قلبي هاي كانت رنالة حبيبتك الفيديو الماضي. لا هذيك جدت وتسعى. كلهم ايش؟ كلهم حبيباتي. No reason in particular, though intriguing. مو مشكلة احنا راح نسحب على الكلام هلا مو مهم. راح نسوي نهايتها اتوقع كوستها كامل. راح نسوي كوستها كامل. لانه بالاخر الموضوع اوبشنال فاحنا راح نسوي لانه مو خسرانين شيء. وراح نسوي لانه حنفتش كل المناطق اصلا. اظن اذا بقدرش اطلع لازم احكي معهم وارجع لها صح؟ يس. نسوي شورت كت. سعادة سويت مهماتها؟ تخيل انه هي دخلت معك. اوه اجين اركاريان وايم تول اي ويل كي تحكي مع المساعدين الثلاثه تاعونا. نيمز بلاي glad to have you well I'm situated the eternals I'm planning to go see if I can I'm going to see if الاسطوره بليد. I see I am. I don't know what, but since we I ask, I don't blame you. Should you? If it were up, but who? كمان واحد صفر على رجلك على رجلك. لا 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 شوت. لقيت طريقة أطلع من التور. صادمت قهوة غير التكستال. زي وصلت أسرع. والله اختصرت كل الكلام. لا لا اختصرت كل الكلام والله. سعادة يا فضيحة. اوكي وين السورس؟ والله يا سعادة بسين عس يا اخوان. بصير هيك بصير يضحك بصير يتحول.
معي فلاسك. وين السورس سعادة؟ وعلى فكرة بس عشان الناس أنا لما عرفته بالأول فكرت الضحكة مصطنعة. لا لا هو هيك طبيعي. هو كان شخصية في سبيستون. عيب أقول لك وين السورس. سعادة نعس وحاب يأكل بلوك. استغفر الله. وين شو شو تفتح يا قادر؟ سعد روح غسل وجهك وتعال لاني والله راح انزل الفيديو. لا الصراحه ما تفضحنيش. دي اعمل تاج لعائله سعاده كامله. اوكي. لا مو كلهم بيعرفوا. طيب خلينا نكمل. ايه ده خذ نفس وكمل. وايش فيها هلا وين دكتور؟ الدور تبعت الكلب الثالث بينهم الحقيقة الوحيد. هذا الساحر. كان في ميموري ستون زاد باخذ منه مهمه ان بي سي كويست مالي خلقه. هذا بتعامل معك بطريقه حقيره. ما احسن ادخل بيته واروح اخذ ايتم وطف. احسن طال فلاسك بلس 7 انا اختم ده بلس 4 ايزي هي الماكس بلس 12 اظن. والله ما ولا طلعت كنت عند الوحش الاخير هي الثلاث مرات لا يصير هيلثي فول. لا انا بجوز 9 او 8 مش عارف يا 9 او 8 مو محتاج عاد انا اعطوك 50 فلاسك على الفاضي يا هاي مسكرة الثالثة صح؟ يس. ما اروح اضيع وقت. لا لا مسكرة. ما انا هالبوس. يلا هذا رايحين لبوس. شو بيشتغل هذا البوس؟ ايش التايمر؟ صار في ديث بيرد في المنطقة هاي بس قريب على التنين سحبنا عليه. هيك بعرف. ايه بعرف وينه بس راح نسحب عليه كمان. كان 27 دقيقة صح؟ احنا كل مره المفروض نحط تايمر قبل الحلقه نبدا نسجل بنص الحلقه بنتذكر انه مو حاطين تايمر. في حلقه من الحلقات فصلت علينا البلاي ستيشن اصلا مش عارف في اول اربعه ثانيه اتوقع ثانيه الاولى 100 بس ما يكون انه واحد من الاوفر اقوياء انه فيش منهم اوفر دير بالك تخسر الضحك سعاده علينا بيموت ما بضحك. شوف هلا بس اشوفه بقول لك لا سهل ما تخيل تخسر منه هو سهل دير بالك اسمه اونكس لورد شو الحظ اللي خلصت الضربه عندك سعاد الحق هذا سهل يلا 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 كمان يلا اضرب اضرب خليك شجاع لا تنسحب ايوه خلاص مظلش انسحبش هو سهل لانه البلد هاوند شكله بدعس الاشكال الوسخة هاي خبزة ايوه خلاص اعطيك العافية الحمد لله ربنا ما شمت فيك الاعداء هو الاعداء بس انت مبدئيا والله سعادة لازم يحطوا ضحكتك ضحكة بوس ضحكة كوليكتر بهولو نايت صح طيب شو ضل هون؟ عندنا طريق تحت هون في هاي الدنجن خليها بعدين هاي بتودي لمنطقة ثانية عندنا هاي تبعت ايروديشن بدنا نشوفها مو مهم اوكي ايش ايروديشن؟ اللي هي الايموت اللي انت مالك خلق تروح تشوفه عشان نفتح التور مو قلت لك بنحتاج ايموت وراس الاكاديمي اوكي احتجبناهم؟ لا طيب لما نجيبهم ما هو بهاي المنطقة نسيت وين مين البوس اللي في الغابة هذا؟ وش بداية التافه اوكي انسى معناها خلصنا هون ننزل تحت الارض نقدر يلا روح
معنا وقت. ما اتوقع من فوق اقرب. ليش من فوق؟ من فوق بتنزل تحت على طول، ما بتحتاج تمر بالغابة. ما فرقت بزيادة. سعادة بهدلوك الدببة في اللعبة. يو بهدلوك انت. انا ما بهدلوني، انا ما تحديتهم اصلا. انا تحديتهم بالعكس. شفت واحد بس يمكن. بس لخ جلدهم سلك. هون بالغابة مليانين بجلس فيه ثلاثة اربعة مع بعض. طيب. اي واحد هون. اي الثاني نايم. واي الثالث على الشجرة. حافظهم ما شاء الله. بقول لك مبطوح نايم الاخ. لكية ونايم. اي واحد ثاني. واي الثالث على الشجرة زي الاهبل. بحك فيها. بحك ظهره بالشجرة. سعادة ما حيحك للشجرة. لا بحك ظهره بالشجرة. ما كان اوكي اوكي انت صح. هاي النزلة كثير حلوة. يلا. بس كثير مطولين. سعادة غني لنا عبال ما نوصل. اخ اخي يبي اخي. طبعا سعادة ما شاء الله ملك الطرب. الطرب طبعا الطرب الاصيل كمان بس. طبعا. شغل. يلا غني لك خلاص وصلنا. شغل عودين الطرب. شغل عبد الحليم وام كلثوم ولا والناس هذول. الملحن الشخصي لعبد الحليم حاضر صح. سعادة صح نسيت احكي لكم مخضرم مواليد 83 23 طب جرب نط بالله نط سعادة ما في الموضوع كلنا بنعرف ايش حيصير حموت اذا كنك زلمه ونط اوكي ولك هسه يا رب تموت شو اول ما حكيت نط ما في صار بلا في انا تعبت فيه هلا اكثر شيء بتلاقيه تحت الارض اللي هي اللي بتطور السمن يعني هاي من اكثر الشغلات حطوا عشان تسحب عليهم من المخرج نفسه انا سمعت ميازاكي هذول تسحبوا عليهم لانه بطيئين كثير وبيطولوا كثير ليموتوا يعني هم عبارة عن شخصيات بس دفاعها عالي شو بتسوي شو جلطني الله يعني الضرب هو احول وضربها غلط وانت تروح تضرب حالك فيها ما حبيت افشل ما حبيتش افشل الزلم ما عاد زي في مكان هيك معمول على سور معمولة بطريقة حقيرة جدا لازم توقف على السور عشان تجيبها كم مرة متت وانت اسمع بجوز اربع مرات بعدين وقفت اسمع وقفت قاعد بتطلع الاونلاين كلها تجرب تنط واضحك عليها قاعد كلهم مبين كلهم بحاولوا ينطوا طب لو واقع اقول الله لا يردك سبقتك سعادة شو رأيك بالمناطق اللي تحت الأرض؟ والله جميلة جدا 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 لأن شفتك كثير مصور على الانستغرام خاصة في المنطقة الثانية لما بقعدوا بيغنوا هيك الموسيقى فيها كثير حلوة هيك رايقة ما أنت بتخرب عليهم أغنيتهم دائما هون انت طبعا انك بما انك تحت الارض عم بتشوف النيازك شو النيازك الاحجار اللي في الارض انت من تحت بتشوف الكهرمان. الارض فوقك لا هاي اللي هي الكهرمان هذا اللعين هي ايوه هي وجوه هسه اول واحد راح تاكله في راسك اي بليت هون اذا بدك تقعد تحت معه وتسوي المهمه خطوه هون في كلمه انت مو خسران شيء ما له فايده هو ما له فايدة صراحة مش محتاج انك تكلمه عشان تسوي الكويست يلا اوف فاش اول دج في العالم بتصير لهاي السلام انا بستنى تاكله بس
هذول ما لهم داعي وصراحة قتالهم طويل. أكلوا اثنين. هاي بتودي لبوس. جاهز؟ يب شايف منظري؟ هذا منظر واحد عندي سهم في راسي من قدام وورا. عرفت في تلزمات بتشيل بتقلل الهيد شوت. اوكي على فكره انا وصلت المكان هذا بطريقه ثانيه مش منه. بالجليتش؟ لا نزلت وانت بتفرن؟ لا 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 نزلت من فوق من هون نزلت من فوق ونزلت لتحت. سلامبرينج ايج غالبا شفت من قراطي. نعم نعم هذا هذاك. هذا قاعد له مفتوح هذاك. اذا بتروح له بدايه اللعبه بتتورط فيه بس هسه او مش هسه. انا رحت له صراحه بعد ما ختمت اكتشفت انه في بوس هون. لا انا وصلت ببدايته ودبك عليك. لا لا ما لا ما بدك حدا اكثر من مره مش عارف مرتين ولا ثلاث. لقيت زي اللي شو اسمه اللي قتلت بسرعة في المنطقة اللي في اسكارلت. ايوة تعرف منطقة اسكارلت بتلاقي في منه واحد كمان بحر اسكارلت تذكره. صح هناك في واحد هذاك الاسكارلت اللي قتلت بالقليل عشان الارضية زنخة تهدمت قبل ما ينرغوا السلاح. يلا هو ده اللي كاتب. هيموت السمون. مضطرين نلعب لعبة عشان سعدي ما يضحك علينا. يلا قد عبود قد عبود اطمر او اجهر. يلا 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 بضع في الصوت من بير الليه معلم. يلا هيجي 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 يلا يلا روح 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 نط عليه نطة. وال طب ما يوقف على رجليه زي الأوادم. يلا روح كرسح الكرسح تبعت يا رب. مكتوب دراجون سكين يعني المفروض انه شيء كان 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 معناه قريب. اوه هاي زي انا خطأ بس بتزيد الماجيك. تخيل نلعب ماجيك ليش حط في جليتش مو مبينه و... يا انا خلاص بدك ترجع للمكان. في هون مشاكل هنا. جولدن رون 7 حلو. هون في طريق كامل اتوقع. كأنه في طرق شعبطة وهيك. كانوا في ممر ورا. ما نسيت هون. ممر هون؟ على اليمين شفت طريق. لا ممكن لو كنا ضربنا 600 ضربة. سعادة هلا صوت تفت تضرب الحيطان 50 مرة لما توصلهم. لا لا ما فكرت في هذا. ما شفت الفيديوهات؟ شفت الفيديوهات بس انه ما ظنيتش كل الدنيا هيك. هذا مسكين بس هيك عالق لحاله ومات. ما بعرف شو جبت له طبعا. يا اخي المنطقة هاي ايش؟ ايش تحكي؟ ليش تعرف الخرفان؟ حرام يا عمي. هذا ما راح يفهم. هي على اليمين في ولع. على اليمين ولع. يا على اليمين. اه
على اليمين على اليمين. تمام ما كان هذا ما كان. هلا شوف السهم كيف حيجي في صباحه. يلا السهم. ايوه ايوه السهم السهم. اه يا ولدي يا جماعه. طبعا سعاده نفسه يعلق على السهم بس قاعد يختصر. لايف تو دي نايت هايدد شورت نهائيا. اوكي انت بس هيك فتحتها بس عشان لو بدك ترجع. يلا كويس والله انقذك محسوبة سعادة كله ليس انقذتك اوه غناص هو مش بني ادم ها يا ليه في سهم فيه يا الله والله رهيب المنظر السهم اللي خش كيرك سعادة نفسه يعلق على السهم اخذ سيلفي يا راح بطل بس لخو واحدة طيب ما هو كل شوي سالفك سهم كم ضايل الغزال تعلمت منه في راسها تتقبل الموضوع واحد اثنين ثلاث هاي اخر واحدة؟ وين؟ ثمانية يا عماد يا دوب سويت ثلاثة. شو قاعد تسوي إذا ما سويته؟ كنت بوس. يا مو سعادة ما فرمت هون 90 مرة. لا لا هذا المكان الوحيد اللي ما يعني اقول لك سريع سريع لسه هو قصده انه انت جيت هون ليفلك كم 130 لا اذا هسه مش 130 ايه طب سعد ظبط قاعدتك وقرب من المايك اجل حسيت اني انبطحت مبين اوه مهتد مش ما شاء الله هاي مخبينا صادق في جريس هون بين ال لا قدامك ما في تذكر في واحدة قدامك اي بتذكر بين العواميد في جريس يمكن هون وراك هلا كان عندي ما دخل انا تخربطت الله سعادة لا سعادة لا امسك نفسك اللعبة حتى بتستفز سعادة بتقول له تكلم يعني السهم تذكر والله غلط شو اعمل له الله عرش الدم نقتلهم بالدم ايش انت طالع فوق بس عشان تاخذ اللي فوق بس اكيد مش عشان ال والله ناسي بس في شيء هون في تاجر هناك ايوه تاجر مو استنى مو كبسه للوحش لا اكيد مو كبسه للوحش وين التاجر في الموضوع سعادة؟ اي تحت في التاجر وبعدين بعزف لك
طلع العزف، طلع طلع اسمع العزف الحزين. طب يعني بيع له اياهم اسهل. والله خليك مركز. لا يا زلمه خليني اسمع الموسيقى بس. صابونه اللي ما تحمل. ليش شاري صابونه؟ نار بس ما يشتري لها فوق عشان يليف بعد السهم. بالضبط. يلا بدنا نلحق نفوز البوس قبل ما يخلص الفيديو. كم ضايل؟ هلا بترجع لهذول. لا لا مو لهذول، مو قالب دم. يس. تمام يلا سبيد رونا الكبسة. اركض اركض شلف شلف اركض اركض يلا اركض اركض. بعد نعسان. نعتذر نعتذر عن هذا ال الشباب. اذا حدا صار له طاقه سلبيه او اي 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 اثار جانبيه. هي هي فوق فوق. لا لا فوق فوق هي سعاده بعرف. اه صح في واحده فوق. هاي اخر واحده. معني يمكن ضايل واحده. يس طلع اثنتين. جد؟ طلع النار اللي هناك تعرف. بعرف. في واحدة ناقصة على اليمين واحدة ناقصة على الشمال. ها في تلبورت هون؟ اه بترجعك بتقدمك لقدام لنص المكان. اوكي. مش شيء يعني مهم. مش شيء كثير. اه معه سهم صغير. اوكي وطلعت مسويها نايس. الله اوبا. يعني انت تروح قبالهم. الرابع 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 اسمع الرابع. السهم الرابع سامعه جاي سامعه جاي سامعه جاي. واحد الله لا 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 الله يعوض. هاي 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 وحش سعادة. شكرا. سعادة برشلونة صار 4-0. والله اخوك هو جاي حينام في الشارع اليوم. هسه بندم على الساعة اللي حضر فيها المباراة. لا طالعين شو رايحين يحضروها برا كمان. دولكم ما شاء الله يقعدوا في الدار يحضروها. قال لا نحضر المباراة برا. ذكرتني قناة ابعت لنسيبي. بس هيك البوس فتح خلص. يلا عليه. هسه بس نشوف البوس. قلناش ولا تعليق. في معك وقت تاخذ هياخذ معك اكثر من 5 دقائق. مفروض. طيب يلا توكل على الله. هذا البوس انا كثير بحبه. يلا رد على سعادة. عشان سريع بس مفروض خلونا نقدر نحط الحصان ضده وتكسروا جروب. يلا انزل كبير. فرصة فرصة إلسي كان يعني حكيت أو ما حكيت ما فرقت. إذا حد يحكي لا تبدأ طرق. هذا البوس شغل تستمتع فيه هيك طلع الألوان. الزمن ثلاثة أوكي.
اسمع الهدوء اللحن. كعب الكندرة. يعني مصرة الرطس. ملخي الشهد الجحشية. الله. خلصت الكروه. شفته يلعنه كل تستدعي السنايبر ما بضيع ولا طلق. هذا هو ما شاء الله اخذنا سمون السنايبر. يس والجريس ما في جريس بس توقف. اه صح صح عشان ترجع او بتقدر تسوي هيك. وهيك بكون الله يعطيكم يعطينا ويعطيكم العافيه ان شاء الله. انت مش قاعد تجمع اصلا. لا لسه ضايل 6 دقائق. خلصنا هاي المنطقه اللي تحت؟ ضل فيها شيء؟ لا. طيب لو طلعت فوق في منطقه لتحت هون تنزل لها من المنطقه الثانيه صح؟ هاي روح عليها. كبيره جد؟ الوحش بعدين قبله ما قبله مره. هو انا تذكرت قبله في مكان هيك تقدر تعمله سكيب ما له اي فايده بس كبير. اه ننزل المصعد في هذا الفيديو. ننزل المصعد صح. سعادة نمت. ربنا رحمك. انت ليه منزل المصعد؟ المصعد على الباب. هذا بوصل انا عارف. المشكلة هذا مطول كمان. وال الحشر الحشر والله كنت بستنى يزقعك صقعة. الحمد لله ما ضربني كان موتت انت. اوه صار بسرعة يا الله. الله اعطيها ابو الترف نينجا موني دخة سريع طيران. الله شيل هالزلمة. الله عليك. هذول النحل والنمل ما لهم أي فائدة. ما في حصان. كأنه متاهة هون. حافظها؟ لا. سعادة حافظها؟ لا. تتوكل على الله. ايزي على انستين. خليك ماشي على البركة. اتوقع لو تنكر ما راح يعرفوني. صح. مو هاي. لا يا زلمه شو شاي مالك؟ الطريق مسدود؟ لا هون بس جريس. لا لا في طريقة اتوقع حجر. ارجع ارجع. ايوه هاي. تحول لاي شيء جوا المكان. تحولت على بس هيك بطيء كثير. سبتنكس.
ما ينزل. يلا كمل سيدا. هذول بيفرقوا عن هذول لكنهم بس بتشقلبوا. طبعا يعني احنا في نهاية المقطع وشوي ويفصل الريكورد على البلاي ستيشن تقريبا ضايل 5 دقائق. بدنا نحاول في بوس هون. التفتيش هون صراحة ما له فايدة. انا وصلت هذا المكان يعني اجيته متأخر وفتشته وما شفت اشي كثير مهم. اذا كان في اشي مهم راح نعمل لكم راح نضيفه بالقائمة. بالقائمة 10 اشياء نسيناها. 10 اشياء نسيناها في الحلقات اللي فاتت. فراح نروح على البوس على طول ونسحب على هذول. الطريق اول يعني ما مش عارف انا صراحه متذكر وين البوس على الطريق. تعال راح تاخذ الخريطة بس هي قدامي على اليمين مو بيان. كثير عندنا وقت للبيان. ليه اخذت الثاني؟ ماشي بالغلط الدوبليكات بس اخذت السيليستيال ديو. هاي نوت هيك اوكي. لو كان هيك راح نزعل. لا من تحت هيك صح؟ راح نخيل اي درجة انا مو متحمس. سعادة؟ تنتهي 3 دقائق معك كبير. 3 دقائق معنا ونروح للبوس. عموما ممكن نوقف. هو هذا البوس على طول يعني قدام شوي. طيب احنا راح نروح له. هو البوس بالضبط كوبي بيست عن اللي تحديناه قبل شوي. مو الغزال الثاني مو ايوه اللي قبل الغزال اللي هو دراجون لورد شيء دراجون سكي دراجون كين. ما هو اسم غلط اي اسم مو فارقه سعاده. طبعا زعيم فبدنا راح نخلصه وشو اسمه يا سعد. الله يعوض سعد. للاسف ما راح تكون معنا في الفيديو الجاي لانه بدك تروح ترد على عمر. وصلت شوف مكانه ما احلاه سعد. شوف وصلت المكان والله كثير رهيب. عموما يمكن ينتهي الفيديو باي لحظة فاحنا راح نخلص هذا البوس وراح نكمل الفيديو الجاي من بعد هاي المنطقة. سعادة بتحب توجه كلمات اخيرة للشباب الطيبة؟ تابعوني على كل صفحاتي ان شاء الله نقدم لكم وصفات اكل طيب ولذيذ. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. انا مبسوط انهم مسامعين. سلامي لكل الاحباب. متوقع تو سلامي لخالتي المطبخه وعمتي بالكويت. كيف نعلي صوت ال صوت الطريق. يا رب تنتهي بسرعة خليه يسكت. انهي عبود يلا على الوقت. بدون فستو. وحش ما راح فستو. وحش عبود. يلا هيك بنكون نهينا الحلقة الثامنة من تختيم ديمون سولز. ديمون سولز. إلدر رينج. والله سعادة ضيعني. فنشوفكم بالحلقة التاسعة. إذا حبيتوني أظل معكم جينا شوي بدري. اكتبوا لي بالتعليقات إني أظل. إذا حابين سعادة يكون معنا روح تابعوا على الانستغرام. ما راح يكون معنا. الله يسامحكم. نشوفكم على خير في فيديوهات قادمة.